اللي تيقول لك تيقول لك عندي نفوذ وديما في المحكمه كيقول لي راه غادي للمحكمه ديالي بهذا المصطلح تيقول لك غادي للمحكمه ديالي بلاش اخويا بلاش يا الياس حسبي الله ونعم الوكيل. متابعي ومشاهدي جريدة شعبير مرحبا بكم معنا صباحكم مبروك في هذا المباشر هذا خلاصه لولاد الفشوش. هذا الفيديو هذا غيكون عبره. هذا السيد هذا الياس ولد الشعب عنده سياره تكرفص عليه ولد الفشوش وتيهدو وتيقول ليه دارك الملكي ديالي تيقول ليه المحكمه ديالي والله لا صور شي حاجه عنده نفوذ. الياس وجابوا ليه شاهد مزور حتى الشهود ولاو مزورين. الياس قدم لنا راسك وتفضل عاود لنا خويا. شوف مرحبا. هو خويا الياس راه معروف راه الناس ولات دابا عارفين في حد سوالم ساكن في حد سوالم اخويا. شنو وقع ليا انا اخويا؟ هاد الدراري كانوا ساكنين هنا في كازا مشاو سكنوا عندنا تما وانا اللي عرفت بانهم كانوا عندهم مشاكل هنا في كازا وباه مشى سكنوا تما. جا وحدانا انا ما عمرو اداني صراحه عندهم مشاكل مع الناس تما كل مره مضارب مع واحد كل مره في المشاكل كيتقرقب وكيضرب راسه وضارب توجهه. هاد السيد هذا بعد مني بعيد عليه كنقول ليه السلام سلام الله يعاون ما بيني وبينه حتى شي حاجه. هاد السيد جيت انا واحد المره بالليل مع شي 8 ديال الليل جيت للحانون بغيت ناخذ تعبئه سالات لي الروشارج بغيت ناخذ تعبئه ونمشي للدار. قال لك اديني الله يرحم لك الوالدين اخويا هذا اديني نجيب شراب بالسياره ديالي. قلت له ودي قلت له لا قلت له لا هذا مشى جاب لي ولد خالته بقى كيهضر معايا ما ديكش تجيب الشراب تجيب جاب لي ولد خالته. لا ولد خالته هضر معايا مزيان في الاول خويا الله حافظك غير ما لقيناش علاش نمشيو هذا دير معانا المزيان وريح شرب معانا. قلت له ودي انا ما كنشربش قلت له ما كنشربش وراه غادي الصباح فايق بكري اخويا تميت غادي. قال لي ماك عندك طياره وقلت له الطياره سير ديرتها سير شري طوموبيله ما تدصرش بنادم. جا بغى يضارب معايا ضاربت انا وياه الاخر هز بوطه من الحجم الكبير من قدام المحل وكيهرس ليا في الطوموبيل. هو خويا كيهرس ليا في الطوموبيل كاع هرس هذيك الطوموبيل دق دقه كامله وتصاور راه عاد اك راسك دق تقول دق تقول ليا مشيت الله يحفظك خويا امين يا ربي. لا لا الله يحفظك خويا سمعتي كمل اخويا. قلت لك اخويا هرس ليا الطوموبيل هذا السيد هذا مشيت عند الجندارم ديال السوالم درت الشكايه ديالي تقدمت بها للجندارم. هاد الناس هادو ما داروا معايا حتى شي حاجه مشيت عندهم درت شكايه ما داروا معايا حتى شي حاجه وانا اليوم كنطلب شي مسؤول يدخل ليا على هاد القضيه لان هاد الناس كيقول عندهم نفور واي حاجه يديروها. كمل اخويا. قلت لك الصباح مشيت للجندارم ديكلاريت بهم دار دق دقه كامله. هو ودخلت وتحاموا عليا بجوج. هرس لي الطوموبيله كامله. جبتها قدام المقر ديال الجندارم خرجوا بالعين المجرده. بالعين المجرده شافوا الطوموبيل لقاوها كاع مهرسه صوروا هذاك الشيء. صيفطوا هذاك الشيء لنائبه وكيل الملك في برشيد. اعطات اوامر باش يفتحوا تحقيق. احنا غاديين مزيان دابا مشاو باقي ما كاينش الاعتقال بقينا يكتشفوا المستجدات صلات ليا وقلت لي امام مشاو عند السيد البقال خادوا الكاميرا خادوا الفيديو جابوا عندهم شافوا الفيديو شافوا كل شيء كيصيفطوا لهم استدعاء ما جاوش خمس ايام هادشي وقع نهار 15 نهار 19 عجاو وجابوا معهم شواهد طبيه من المدينة أخرى من مدينة أزمور اللي هي معروفة بالشواهد الطبية مزورة. أعطي الفلوس يعطيوك شهادة طبية. هي هادي أعطي الفلوس يعطيوك شهادة طبية. علاش ما داروا شهادة طبية هيك هما مضروبين؟ من نهار من نهار 15 هما هربانين حتى نهار 19 عاد جابوا الشواهد الطبية وقال لي قالوا للجندارم هذا السيد راه ضربنا وشنو واقع لينا والضرب كون كان غير شي ضرب ضاربين راسهم بجنوي كاع مضروبين وهما مخصرين اصلا وجههم مخصر هذا اللي غيخسر وجهه. قال لك انت ضربت قال لك انا ضربتهم بجوج كل حاتي على الشهاده الطبيه ديالو
قلت انا الجندارم هذه خطه ديال هذه الله يرحم. بقاو غابرين بقاو غابرين خمس ايام وما غابرين، في الاخر جابوا شواهد طبيه عاش تواجههم صافي الله يرحمه عاش تواجهوا معايا. انا خويا عندي فيديو موثق فيه كل شيء، جيبي لي شواهد طبيه مزوره الجندارم كيقول لك تسامح معاهم. علاش غنتسامح معاهم وانا الطوموبيله كلها مهرسه؟ ما عندوش حق يقول لك تسامح معاهم، كيقول لك تسامحوا، هادشي ماشي في المصلحه ديالك. وانا اخو انا تصنت ليا خذ حق هذاك السيد الاخر. مشيت للمحكمه عاودت لوكيله الملك هادشي، قلت لها اللي وقع هو اللي وقع والجندارم اللي كيقولوا. عيطت لهم قالت لهم جيبوا لي قدموهم في حاله صراحه. قدمنا بثلاثه انا وياهم، الاثنين اللي فاتت قدمنا بثلاثه. كنت فاجئ قال لك جابوا شاهد. انا من 15 في شهر 9 والشاهد كان وانا حاضر. ما حاضر حتى شي واحد، الكاميرا هي اللي حاضره بوحدها. يعني الكاميرا راه ماشي تكذب. صافي الكاميرا المراقبه هي اللي جابوا لي شاهد. الفيديو ديال الكاميرا واش بغاو يحيدوه من المحضر؟ باغيين يلغيوه، الاغلبيه ما بقاوش كيهضروا عليه. متلغاش متلغاش. الاغلبيه ما بقاوش كيهضروا عليه. قوة القانون. نائبة وكيل الملك كتقول لي راه واحد شاهد فيك، كيفاش واحد شاهد فيا وما حاضر حتى شي واحد والكاميرا ما شاهده؟ شهادة الزور اي واحد اخويا، انا اعطيني انا نيت الفلوس غنمشي نشهد، يعيط لي شي واحد الشهاده والله تنمشي نشهد. ويا حسره مأدي القاسم ديالهم واليمين باش يخدموا الدوله والشعب وهذا، ولكن رغم ذلك انا اللي بقى كيبان لي ان هذا الشيء ولا كله غادي بالفلوس، حيت باه قال لي النهار الاول. اش قال لك؟ قال لي نصلح لك الطوموبيل وسير بحالاتك. انا قلت بغى يشريني، انا تفاهم معايا لو على الثمن ما غاديش يصلح لي الطوموبيل رفضت. قال لي تعويض. تعويض 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 السياره تعويض، هذاك الشيء اللي كاين تعويض غيخسر لي الطوموبيل نفك بعد. اعطاني واحد التعويض اللي ما خدامش ليا، رفضت انا. الايامات الاولى كان كيصيفط لي الناس وكيطلب وكيجيو حتى لعندنا يطلبوا باش نسمحوا لهم يتفاهموا معنا. فاش ما بغيتش فاش ما بغيتش قال لك صافي دابا سير فين ما بغيت. ولات المحكمه كيقول لك ديالي، الجندارم ديالو. انا اللي مدي ولد من هذا ولد الفشوش هذا، راه قال لك باس مسار ديال المحكمه. هذا الشيء اللي كيقولوا لي الناس قال لي وثاني بلاتي غدا راه عنده دعوه مع جوج ناس ابرياء ما مديرين حتى شي حاجه ويقدروا ما نيت كيخدم البوطه كيبغى يدير اضراب بالنار فيما كيتضارب مع شي واحد كيجيب بوطه وكيدير جنوي كيبغي يدير اضراب بالنار وحرق ليهم النادر في السوالم. وهذا السيد راه عنده الوثائق كامله وعنده كل شيء ومدير به شكايه وما صور ما صور منه حتى حاجه، حيت جاب لي شهود من هنا من كازا ولاد دربهم من الان داهم في السوالم من هنا، جاب دراري من كازا يشاهدوا للسوالم. قال لي بان هذاك السيد ما كانش تما كان هنا ما دي جندارم. خويا نقول لك واحد القضيه، جيب الشهود كما كانوا وجيب الفلوس وغيدوزوهم هانيه. ما كلشي تصنت ليا، كلشي كاع الجندارم باغيين يبدلوا الطوموبيلات ديالهم. اللي عنده شي طوموبيل باغي يزيد طوموبيل اخرى، اللي عنده شي مراه باغي يزيد مراه، الله يسهل عليهم ولكن يخدموا في الحق. انا باش انا نظلم وكاينه كاميرا مراقبه وكاين كلشي وما ينصفنيش القانون، هذه راه ما نتقبلهاش هذه. الياس انا اش غنقول لك الياس؟ غنقول لك راه الا كانت الكاميرا المراقبه شاد الفيديو راه معاك الحق وخاصهم ياخذوا لك حقك، لكن الا كانت الكاميرا هذاك الشيء اللي فيها المحتوى اللي في الكاميرا بانك انت اللي معدي على الناس خصك تعتقل. هادشي اللي بغي هادشي اللي باغي انا خويا. انا جيب دري صغير ما قاريش وري الفيديو غيحكم بالحق. واش واحد مضارب معاه؟ انا كنقول لك حيت علاش؟ حيت الكاميرا شاهده، ما خاصكش تقول شي حاجه اللي غترجع لك. هذاك الشيء اللي في الكاميرا عاودته كامل. في الاول جا عندي كيهضر معايا شاده الكاميرا، مشى هو جا ود خالته وطلبني باش نجيب ليه الشراب شاده الكاميرا، تناقرت انا وياه ضاربت انا وياه. ويجي انا اللي نعرفه ما محساتش، يجي يضاربوا يتحموا عليا بجوج يقتلوني بالعصا، انا ما غندويش وما غنديرش الضجه في المواقع التواصل الاجتماعي، ولكن كنشوف انا بوطه كبيره وكيهرس في الطوموبيل وما كاينش اللي يهضر معايا هذا السيد. هذا الشيء اللي باقى كله مدقدقه، اشنو غتصاوب؟ ورغم ذلك اخويا هاد المعلومات كامله حنا في كازا باغي نتسلط فيها. قبل ما تكمل حنا في كازا راه عاد الريك تيكون فوت شويه تيهرسها باربريز كيمشي للحبس كيتعتقل. هادو تصنت لي اخويا، هذا تصنت لي راه شافوه الناس
خرج ليا فواحد المربر اعلامي ديال شوف تي في، كنوجهني تحيه من هنا، خرج راه شافوا الناس كاع التعليقات كانت سلبيه، حيت ضارب وجهه وكاع ضارب وجهه، ضارب من هنا حاجبه وهذا الوجه كاع كسروا في جنوه، وكيقولوا لي من وجهك تبين في الشمكار. ما علينا، هاد السيد هذا هرس البربريس، هاز بوطه وغدا قلت لك غيقدر يعتقل جوج ناس ابرياء عندهم غدا في المحكمه ديال برشي. انا كنأكد لكم ان غدا كاينه محكمه ديال هاد الناس هذا، الا بغى شي واحد يصور مع هاد الناس البرشي راه غدا عاد الناس مجوجين ووليداتهم وناس كبار، غيقدر يصيفطهم للحبس حيت جاب لهم 4 شهود زور هما عندهم شهود ولاد البلاد وما قبلوهمش ليه، حيت عرفتي علاش؟ حيت مساكن ما عندهمش فلوس، خدامين على والديهم وخدامين على ولادهم، يلا مكافين مع الوقت، تعرف غلاء الاسعار وهذا، وهما لا هو اش قال لي واحد الكلمه اللي بقى فيا الحال بقاش كيجيني النعاس، قال لي انا عطيتها 20 مليون، انا كنقول لك لاباس عليه، غير البي ام اللي خرج ضد فيا زعما راك انت عندك لا طونوبيل، البي ام اللي خرج هاد الايامات راه الناس كاع عارفينها، راه لا حول ولا قوه الا بالله، الله يسهل عليه، انا ما حسدتوش. من خلال الحوار ديالي معاك تبين لي بانك ما بقيتيش تشدوا على حقك، كلشي شدوا على حق الناس الاخرين، ولا تبان لك كاين الفوضى كاين السيبه. اتصلت ليا انا هاد الناس حبذا لو تعتقلت معاهم ما غيبقاش فيا الحال، عرفت علاش؟ حيت انا هدتني هذيك اثنين نائبه وكيل مالي وقالت لي الا جينا للقانون مع شاهد فيا واحد انا اعتقل لكم بثلاثه، وقلت لها ماشي مشكل، بغيت نشوف الرد الفعل حيت انا عارفه غتخلعني ما غاديش تعتقلنا، قلت صافي الحمد لله انت اعتقلوا وبعدا ماشي بحال ما اعتقلوا حتى حاجه، ماشي مشكل اقسم بالله العلي العظيم الى نمشي معاه من الحبس، ولكن ناس اخرين ما يمشوش ابرياء، عندهم عائلات وعندهم وليدات والمدرسه والدخول المدرسي وكل شيء غالي، وغيمشيو مع هاد الناس راه لا لا هاد الشيء وظلم، وجايب لهم الشهود من كازا ما خاصهمش يدوزوا، اش جاب كازا للسوالف ما خاصهمش يدوزوا، انا كنطالب من الناس المسؤولين كما بغينا نشوفوا هاد البلاد مقدمه على الاقل حد سوالم. انا اللي بقى فيا الحال بزاف وليت كنمشي للجوندارم كيجريو عليا، ولا البارح غير البارح قال لك واحد صبحنا على الله، علاش صبحنا على الله؟ ماشي خلق ماشي بشر، جي على حقي وكيقول لك صبحنا على الله، وليت ناقرت انا وياه ولا باغي ليا شي سبه باش يشدني، انا وليت انا هربان باغي نهرب، انا وليت ولا وليت باغي ناخذ حقي، ولاو كيقلبوا لي على السبه، تخرج من الباب حيد من جيت الباب حيد من هنا تسنى هنا حتى لو وقع لك شي وليت لك شي حاجه بسيطه غيشدوني الاخر صنات ليا. انا تسيد بعدا وليت خاوي طريق، وليت بعدا كنمشي من واحد البلاصه باش غير ما نتلاقاش معاه، حيت انا نقول لك واحد القضيه اقسم بالله في كومونتير قال لك خويا راه غبرتي اخويا الياس من الحي الصناعي على قبلهم الله يرحم لك الوالدين، على قبل هاد الناس غبرت، علاش؟ حيت لو غادي نضارب معاه وانا مأكد مليون في المية غيشدوني، انا مأكد مليون في المية، والسيد شافوا ناس كيدخل لابريكاد بالليل، شكون هذا اللي غيدخل لابريكاد بالليل؟ واش لابريكاد دابا عدى الوقت ديالها بنهار شي حاجة مستعجلة بالليل، ولكن هذا السيد ولا داخل خارج المحاكم ومعروف، والناس كيقول لي راه سمسار ديال المحكمة والله ما تصور منه حاجة، وهو دابا قال لك واخا نعرف نخسر عليك 10 مليون والله، قال لك لا دخل ولدي للحبس وما بغاش يدخل تا ودخلته وكنتحمل المسؤولية، أن الجوندارم ديولنا ديول حد سوالم كيتلقاو أخويا الرشوة، لأن الأيامات الأولى ما كانوش عارفين ما كانوش كيجيو عندهم، كان أجلس أخويا واحد المعاملة زوينة الأيامات الأولى، غير بانوا شواهد طبية وتقلبوا عليا، علاش هذاك الشيء؟ واش ماشي حشومة؟ فينا هو القسم اللي مأدين؟ فينا هو اليمين اللي مأدين باش تخدموا هذا الوطن؟ راه والله العظيم إلا كنت أسف أنا لذيك المدينة اللي ولات كاملة بالرشوة، وبعد الدريات كيجيو كيبغيو ديكلاريو كيقول لهم واش كتعرفوا هذاك اللي سرق؟ أنا جاي تا باغي ديك درية خدامة في الوزين يجروا ليها الساك ديالها صحاب 96 كتمشي ديكلاري كيقول لها واش كتعرفين؟ هاك النمرة تيبان لك وعيط لينا، علاش ما بقاوش باغيين يخدموا؟ أعطيه الفلوس يمشيو يتجاراو معاك، ما عطيتيش فلوس والله لا خرجوا معاك فابور. شكرا. وهاد مشاهدي جريدة شعب بيرشا.
وهذا اللايف هذا باش يوصل للمسؤولين. انا لا عطاكش تنبغينا هذا اللايف يوصل للمسؤولين، وبغينا تكون واحد الانشفاه لمدينه الحد السوالم، باش الا كانت الهضره هذه اللي تيقول الياس كنتحمل المسؤوليه. عرفش الا كانت هذه الهضره حقيقيه راه خاص تغيير بالحد السوالم. والا كان الياس يكذب اعتقلوا، لانه هو مرسلي الكاميرا ديالو، مرسلي السياره ديالو وكاينه كاميرا. يعني هذا الفيديو ما تيحتاجش لشهود الزور، الا كاينه كاميرا غنفرغوها غنشوفوا المحتوى ديالها غنعرفوا شكون اللي ظالم. وعاد دقيقه اييه نختموا بها. اختم بها. السيد هذا دار عليا واحد الانترفيو وقالوا لي اشنو المشكل اللي عندك مع هذا السيد. انا هذه الهضره ديالو وراه كلشي شاف الفيديو. قال لك انا كنمشي عندو كنقول ليه نجيبو الدريه، انا غنمشي عند هذاك شمكار مشي تويا. قال لك كيجي انا وراه كاين الفيديو وشوفيه ديال شوف تيفي. كيقول لي كيجي عندي كيقول لي يلا نمشيو نجيبو الدريه. شكون انت باش غنجيب لك انا الدريه؟ واش انا ردني كاع ما خاصناش نقولوا هذه الهضره؟ راه حشومه مشيو نجيبو الدريات. على من الدريات مليوحين مشيو نجيبوهم. هذا قال لك هادشي علاش نوت معاه الصداع. وفي الاخر قال لك مصيفطينو ليا شي ناس، انا مصيفطيني ناس، انا ما عندي ما يدار، مصيفطيني ناس اللي مخاصم معاهم كاع على دوك الناس اللي داوي عليه اللي عندو معاهم غدا. قال لك صيفطوا ليا باش يسكرني، انا نسكر هذا وانا يديروا ليا التحاليل. ما عمرني شرب والناس عارفاني، سلام ما عمرني ما كنشرب، الحمد لله ما كندير حتى بليه، ما عنديش مع البليه. وواحد القضيه ثانيه اخرى، قال لك اتهمني بان الطوموبيله مسروقه، وهذا اتهام خطير. وقلت للوكيله وقدمت لهم الاوراق، علاش ما اعتقلوش هذا السيد اللي كيقول لهم؟ علاش كيكذب عليا وما اعتقلوش؟ انا قلت النائبه وكيل الملك قلبت لي الهضره، ناضوا مديرين لي جوج محاميات في برشي، واش انا وليت انا الشاكي وانا المظلوم ومديرين علي جوج محاميات وانا بوحدي كنتقاتل وما خلوني تنهضر مع النائبه وكيل؟ راه حشومه هادشي. لو كنت بو لاباس عليه اقسم بالله ما غيكون هاد الحقره، ولكن حيت بو ما عندوش وفقير وهذا اخيرته ونقوله غيصيفطوني للحبس. وانا كنأكد لك هاد الهضره انني نهار الاخر غيصيفطوني للحبس، غيديروا لي شي مشكل وانا كنتحمل المسؤوليه ديالي. اخويا انا الحموشي الله يجازيه بخير، هو اللي انا هو اللي كنعرفو كيخدم هاد البلاد ومعروف وكلشي كيناجدو كيستجب للدعوات المظلومين. الله يجازيه بخير السي عبد اللطيف الحموشي. انا بغيت تدخل لي على هاد القضيه. لو هذاك السيد كون شاف هذاك الفيديو، لو كون دار حل النهار الاول، ما غاديش نبقاو خلوهم هما بلا اعتقال حتى ولاو كيديروا لي المشاكل. انا مأكد غيزيدوني شهود، حيت انا هذوك الناس جابوا لي 4 شهود من كازا، انا غيزيدوني شهود ومديرين شواهد طبيه، والله ولا قدر الله يقدروا يزيدوا شواهد طبيه اخرين، لان هاد البلاد خصوصا كنأكد انها ولات غاده بالرشوه. وراه وريتك اخويا الباسبور ديالي، كان بوا قال لي ما تصورت حاجه والدار بقاو كيعايروا فيا. انا مهرس لي الطوموبيل قال لك سير بيعها بحال هكاك وسير خوي من هنا، حيت عرفتي الدار خايفين منهم. كيقول لك هذاك بوا لاباس عليه، اش داك ليهم؟ واش انا مشيت عندهم؟ انا مشيت للبقال كناخذ تعبئه، راه ما كاينش. راه كيقولوا لي ناس كيقول لي والله كنت بحالك، يا تنقتلوا تنهج ونقتلوا ونمشي عليه، حيت علاش؟ حيت حقرني. اللهم الحبس ولا هذه الحقره هذه. كتشوف القانون ما بغاش ياخذ لك حقك، كتمشي عند الجندارم كيجريو عليك، فين ما مشيتي كيدفعوا فيك، على الزمعه. واش انا حيت ما عنديش فلوس؟ واش حيت ما كندورش؟ راه ما عندي ما نعطي، راه العاطي الله، راه بخلصتهم. الله يغلبك. متبعي ومشاهدي جريدة عبير، هادشي خطير، تنتمنى يوصل المسؤولين ديال الحد السوالم. هادشي راه خطير، السيد راه تيقول لك راه هادشي راه ظلم، راه ما تينعش، هادشي راه ظلم. واش السيد مرسل لي طوموبيل تو كاين فيديو وما تعتقلوش هاد الناس؟ وهاد الناس يمشيو يجيبوا شواهد مزوره، حنا عارفين الشواهد المزوره شحال ديال المواطنين اللي صيفطت للحبس، يا ما في السجن مظالم بسبب الشهاده المزوره. تنتمناو باش يفتح تحقيق في هاد القضيه، لان هاد القضيه قضيه راي عام، باش نعرفوا فين كاين الخلل، واش في هذا الوليد ولا في هذوك المجرمين اللي المتهمين، ولا في خصنا نعرفوا فين كاين الخلل. متبعي ومشاهدي رجعت عبير، نستودعكم الله في بشير اخر، الى اللقاء.